اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا وأشهد أن لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى عموم الثقلين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب سبحان من خضعت لعظمته الرقاب ولانت لجبروته الصعاب وذلت له الشدائد الصلاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب لا إله إلا الله الكريم الحليم العظيم رب العرش العظيم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا
وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وزدنا به من النعم واجعلنا به عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وعند الجزاء من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا لأوامره ونواهيه متبعين. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله شافعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقال له ارقى وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك وفي هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حقا إلا أعليته ولا باطلا إلا أزهقته ولا محتسبا إلا وفقته ولا طاغيا إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود
ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ارحمنا إذا فارقنا الأحباب اللهم ارحمنا إذا هجرنا الأصحاب يا رب العالمين يا غفور يا رحيم اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر المأسورين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم أدم عليهم نعمة خدمة الحرمين الشريفين وجازهم على ما يقدمون للإسلام والمسلمين واجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم اللهم وفقهم للرأفة والرحمة والرفق برعاياهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفع الضر عن المتضررين اللهم ارفع الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين والبلاء عن المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ابسط الأمن والاطمئنان في جميع ربوع المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين اللهم انصرهم وعجل بنصرهم يا قوي يا عزيز اللهم أنقذ مقدسات المسلمين من اليهود الغاصبين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود المعتدين اللهم عليك بالصهاينة المعتدين والصليبيين الحاقدين وسائر أعداء الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم طالما أفسدوا اللهم طالما طغوا وبغوا اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم كف عن المسلمين شرورهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا في كشمير اللهم انصر إخواننا المضطهدين في كل مكان اللهم أصلح حال إخواننا في الجزائر اللهم أنقذهم من الفتن
ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبعدهم عن القتل والعنف والإرهاب يا رب العالمين، وفي سائر الأوطان وفي شتى البقاع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ارحم أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عنها الفتن والبلايا والمحن والرزايا في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم أرخص أسعارهم، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم وحد دروبهم، اللهم أعذهم من الفتن والمحن يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا سميع الدعاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا باسط اليدين بالعطايا. نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. إلهنا إلهنا قد حضرنا ختم كتابك، إلهنا قد لذنا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم هؤلاء عبادك أتوا من كل فج عميق، تركوا أموالهم وأوطانهم وأعمالهم، رفعوا أكف الضراعة إليك. اللهم أعطهم سؤلهم، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من النار. يا واحد يا قهار، يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده على أمة الإسلام وقد تحقق لها عزها ومجدها وهيبتها على العالمين يا رب العالمين. اللهم حرر فيه مقدساتها وما اغتصب من أراضيها يا رب العالمين. اللهم امنحها العزة والكرامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق علماء الإسلام للدعوة إلى الله وبيان الحق ولزومه والدعوة إليه. اللهم احفظ لحومهم وصن أعراضهم يا رب العالمين. اللهم وفق الدعاة إليك، اللهم وفق أهل الخير والحسبة والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم خذ بأيديهم، اللهم وفقهم وأعنهم وأثبهم ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق نساء المسلمين، اللهم احفظهن من التبرج والسفور والاختلاط يا رب العالمين. اللهم أعذهن أن يفتن أو يفتن يا ذا العطاء والمن. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم قرة أعين لمجتمعاتهم وأهليهم
يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم لما فيه حفظ أوقاتهم وغض أبصارهم وتحسين فروجهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت نسألك أن تجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. اللهم اقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. فمن الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطردته؟ اللهم إنا نسألك سؤال الذليلين ونبتهل إليك ابتهال الخائفين وندعوك دعاء الراجين الخائفين الذين يرجون رحمتك ويخافون عذابك. ندعوك دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك أنوفهم ورغمت لك وجوههم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد أعتقت رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة فإنا نسألك إياه ونرغب إليك فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فلا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين ادعوني أستجب لكم وقلت يا أعز القائلين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم بجوار الحبيب المصطفى والنبي المجتبى يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في بلاد الإسلام. اللهم اجعلها قنوات توجيه ودعوة. اللهم وفق القائمين عليها إلى نشر الخير والإصلاح يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار المهاجرين منهم والأنصار وسلم تسليما كثيرا.